بقول لك ايه، تعالي تعالي. مش انت البنت اللي كانت مع زينات؟ ايوه. تروح على فين كده؟ مفيش، كنت زهقان قلت امشي رجلي شويه. ومال؟ تعالي اركبي وانا اوصلك اللي انت عايزاه. توصلني فين يا باش؟ اذا انا نفسي ما عارفش رايحه فين. اركبي بس، هنتكلم كلمتين وفكرني انت عايز تروح فين. اركبي اركبي يا بنت اركبي. ماشي. ايه ده، انت بتشتغل في المولد؟ مولد ايه يا باشا؟ خلاص المولد اتفض، البلد واجعه في موته وصاحب الموته كبير، ولو دقينا طبله ولا رك هيرمينا كلتنا بره البلد. الله، امال بتشتغلوا ايه؟ قلبناها سهرايه، يعني حاجه كده على الضيق، اهو اللي يجي ياكل حاجه يشرب حاجه وانا هزلي هزتيني وخلاص. لا انت بتعرفي ترقصي؟ امال يا باشا. طب ده انا علي هزه وسط في مرة في مصر كلها تعرف تعملها. طب ايه رأيك بقى؟ أنا نفسي أتفرج. ابقى تعال. أجي؟ أجي فين؟ أقعد في وسط الناس وأتفرج عليكي؟ أمال هتتفرج عليا إزاي؟ في البيت عندي. يا لهوي يا باشا. يا بنت ما تخافيش، أنت هتنبسطي قوي، واللي بتاخديه في الليلة كلها أنا هديهالك وأكتر. لا يا باشا، الكلام ده أنا ما أحبوش. اللي عايز يتفرج عليا يجي لحد عندي. اسمعي الكلام بس، انا اصلا محضر لك مفاجاه، بكره عندي البيت فاضي وعايز اتفرج عليك على رواقه. قلت ايه؟ افكر. تفكري؟ خلاص فكرت انت خلاص. ربنا سترها معاك المرة دي، واديكي خارجة. ابي توبي إلى الله بقى شوية وعملي آخرتك. والله العظيم يا باشا مظلومة، أنا كنت بزورها بس، الله يحرقها مكان ما راحت. واديكي لبستي الليلة كلها لوحدك. احمدي ربنا إنك ما خدتيش حبس. توكلي على الله. طب يا باشا ممكن أسأل على نادية؟ هي في المستشفى، لما تخرج بسألي على نفسك. يلا بقى أمشي بقى. شكرا يا باشا. الراجل ده أنا هولع فيه. حلو قوي، بعد ما تولع فيه ده بيغزلك يا هاني. وايه يعني يا محرم؟ وايه يعني؟ بص يا حبيبي، اللي انت يمكن مش واخد بالك منه ان الراجل ده طول عمره عاني مني وعاوز يتجوزني، وانا يعني صراحه شايفاه مناسب. ايه المشكله؟ سيبك من القصه دي وخلينا في الاهم. انا كلمته في حاجه تخصك. اللي هي ايه بقى؟ العموديه. ايه؟ عموديه؟ اه، ووعدني ان هو هيقدمها لك على طبق من فضه، بس يعني تفتح مخك معاه. اللي هو عامل ايه يعني؟ وانا قاعده معاه عرفت ان هو كلم الناس بره واتفق معاهم ان كل العمليات اللي بره تدخل عن طريقه، اوكي؟ ده غير طبعا غير الشغل الكبير اللي هو مستفيد بيه. اللي هو ايه؟ السلاح. سلاح؟ اه، عايز يدخل سلاح مصر ويخرج منها سلاح، وانا متاكده ان هو بيخطط لعمليه اكبر كمان من كده. لا ده شغل على كبير قوي بقى. قوي. بقولك يا محرم، عندي فكرة، ايه رأيك نعزمه في البيت؟ نقعد كده نتكلم معاه ونخليه يفهم انه هو كل حاجة واحنا من غيره ولا أي حاجة، لحد ما رقبته تبقى في ايدينا. وافق. لبنى فين؟ ايه؟ لبنى راحت فين؟ في اوضتها؟ بجد؟ طب انا طالعة لها. اسمع ما اقولك، ما تنسيش تروحي تبارك الحسن بمناسبة مولود الجديد. أكيد. وانت ارجوك الله يكرمك تفضل لازق في جبريه، اوعى تغيب عن نظرك لحظه، اوكي؟ لا لا، تشطانه.